كابتن احمد حسام ميدو. اهلا بيك يا كابتن احمد. مهم، مساء الخير. مساء الخير عليك وكل سنه وانت طيب، وحشني حبيبي. وانت كمان. وجي اليوم بقى ان انا اكلمك على ابنك، تخيل. فاكر علي؟ انت بص، انت كان فاكر علي كنا بنلعب في لندن انا وهو. لا مش ميدلس برا، البيت في لندن، فاكره؟ ايوه اللي العمارة الخضرة دي، اسمها ايه؟ كنا فين؟ بوكسول. ايوه بوكسول. كنا في بوكسول وانا وميدو وعلي ولا و... لما قالك عبد الواحد مثل الاعلى. ايوه قالك، قال لي عبد الواحد مثل الاعلى. تخيلوا علي دلوقتي، الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله، والله انا في غايه السعاده، والله انا في غايه السعاده، ربنا يحميه. الزمالك بيطلب التفاوض معاه. كبرت يا كابتن ميدو. عجزت. ايه ده؟ عجزت والله. هتعمل ايه بقى وهتطلب ايه بقى والعقد ايه والفلوس ايه؟ لا يا عم، فلوس، احنا ما فيش فلوس بيننا وبين نادي الزمالك. يعني طبعا اول حاجه عايز اقول لك، يعني شرف لينا كلنا كعائله ان نادي الزمالك يكون مهتم بعلي. انت عارف احنا علاقتنا ايه بنادي الزمالك؟ علي جده، ابويا الله يرحمه، كان لعيب في نادي الزمالك، الله يرحمه، وانا طبعا يعني لعيب في نادي الزمالك، متربي جوه نادي الزمالك، ودربت نادي الزمالك، كنت مدرب نادي الزمالك، وشرف لينا كلنا ان يبقى فيه اهتمام من نادي الزمالك بعلي. انا فوجئت طبعا بالموضوع ده امبارح، بس مش عن طريق مسؤولين الزمالك، ولكن عن طريق مسؤولي دجله. حصلت مكالمه ما بيني وما بين المهندس ماجد سامي، وقال لي ان احنا جالنا عرض رسمي بضم علي لنادي الزمالك، وهو طلب مني ان هو بره مصر، وعايز ان هو لما يرجع يوم 13 ان هو يقعد معايا، وهقعد معاه يعني. وانا بلغته امبارح ان انا حلمي ان انا اشوف ابني بيلعب في نادي الزمالك، وحلمي ان انا اشوف ابني ممكن يحقق جوه نادي الزمالك اللي انا ما قدرتش احققه كلاعب. هو راجل طبعا متفهم الكلام ده بشكل كويس جدا، لكن في التعرف في الاخر ان يعني ماجد راجل بيزنس مان، وراجل بيدور على مصلحه، يعني راجل بروفيشنال بيدور على مصلحه نادي. فانا هقعد مع ماجد ان شاء الله لما يرجع، وهنشوف يعني اللي فيه الخير يقدمه ربنا. ولكن انا بلغته رسالتي ان انا بتمنى او بحلم ان انا اشوف ابني لعيب في نادي الزمالك. بعيدا عن طبعا، يعني طبعا انا عارف علي حاجه جميله جدا، لكن شايف علي هيبقى زي مين؟ هيبقى ايه؟ مستقبله ايه؟ وانت ليك رؤيه وفيجن كويس؟ والله بص، دايما هو حكم الاب بيبقى حكم يعني سهل، يعني لان الاب دايما، لكن انا دايما انت عارف انا واقعي يعني وانا دايما كنت مختار ان انا ابقى بعيد عشان ما احطش عليه ضغوط، وعشان ما حدش يقول ان ده الواسطه او ده ابوه او كذا. دايما كنت سايبه ان هو يشق طريقه بنفسه، وده يعني مبدئي في الحياه. علي لعيب كويس جدا، وبشهاده الجميع الحمد لله ان هو بيقدر ان هو يكون احسن مني. عنده امكانيات مميزه جدا، وعنده ميزه ممكن تكون اهم مني، ان هو ممكن يكون عقليته افضل مني. محترف بشكل كبير، ومهتم جدا بالكوره، واهم حاجه في حياته الكوره، مهتم بنومه، مهتم بالتغذيه بتاعته، مهتم، عنده احترافيه كبيره جدا، وانت عارف ان ده دلوقتي ممكن يكون اهم من الموهبه. الموهبه مسؤوليه، وهو عنده ميزه مهمه جدا ان هو عنده ابوه بيقدر ان هو يتعلم من اخطاء. فهو لعيب مميز جدا، لكن كل حاجه موجوده معاه، هو اللي يقدر ان هو المفتاح معاه، يقدر ان هو ينجح او ما ينجحش، ينجح بالاجتهاد وبالاخلاص، وان هو يعيش للكوره بس، وده دايما اللي انا بقوله له. ما تقدرش اي ابدا تتوقع ولد صغير هيعمل ايه، او ياما شفنا اولاد صغيره مميزه وفشلت، أيوة. وياما شفنا اولاد صغيره اقل تميزا ونجحت بشكل كبير جدا. ال 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 الاحترافيه والاخلاص هم اساس النجاح. اتمنى ان هو يكون واحد من المخلصين والمحترفين، ان هو يقدر ان هو يكون محترف في عقليته عشان يقدر ان هو يوصل لحاجه كويسه. شبهك ولا شبه حد كده من لعيبه الكوره في مصر؟ لا بص، هو راس حربه يعني، رقم 9، طويل، أيوة، وبيلعب بدماغه، وراجل هداف، ويعني لعيب هداف سريع. هو لعيب كويس جدا يعني الحمد لله، لكن زي ما قلت لك الناحيه الفنيه دي جزء طبعا، العقليه ان هو عنده ميزه ممكن تكون اكتر مني، ان هو عقليته ممكن تكون افضل مني،
محترف بشكل كبير جدا، وده اللي انا بحاول ازرعه جوام في كل يوم، ان انت الاحترافيه وان انت العقليه اهم بكتير جدا من موهبتك. ايوه.